أشرف الأمة يا أبطالها أبطالها احنا ثورتنا ثورة وطن وبعد ما عدنا شي الخسرة وطننا نريده رفى الأمة يا أبطالها وصائنين عرضها وما لها وحاملين في الردى أثقلها وحاملين في الردى وحاملين في الردى أثقلها وحاملين في الردى عهدا لكل قطرة أسالها شهيدكم يا مثل الناس عليها عهدا لكل قطرة أسالها شهيدكم يا مثل الناس عليها إنا نريقها هنا أمثالها إنا نريقها هنا أمثالها يا شرف الأمة يا أبطالها أبطالها والله ما نرجع اليوم مباشر وعقبه وراها ما نرجع احنا نبقى مظاهرات وما لها وما لها حاملين في الردى أثقالها وحاملين في الردى أثقالها وحاملين في الردى أثقالها وحاملين في الردى أثقالها تالله لن تلقي يد أحمالها ولن تنيم أمنا أطفالها تالله لن تلقي يد أحمالها ولن تنيم أمنا أطفالها إلا وقد خاضت بهم أهوالها إلا وقد خاضت بهم أهوالها وإحنا عراقيين وإن شاء الله منتصرين ونبقى احنا عراقيين ونبقى عراقيين لحد ما تنتهي الحكومة قالوا شوية أخوي وقالوا شوية صديقي والبارحة ابن عمي كنا نموت ليش ليش على موت الوطن يحيي وعلمتهم أنها مجامير سيصبحون في غد رجالها وعلمتهم أنها مجامير سيصبحون في غد رجالها يا شرف الأمة يا أبطالها خرجنا نصر إلهم نتضامن وياهم ما نعوفهم الآخر يوم احنا بهاي الساحة احنا ما نطلع الا يطلعون الا تغيير النظام يتغير النظام لا
مجامير سيصبحون في غد رجال.